السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في علم هيستوباثولوجي، علم الأنسجة والأمراض، المحاضرة الثانية في الأسبوع الثالث. توقفنا في هاي الجزئية كونكتيف تيشو، وقلنا إنه أي عضو، أي كائن حي، أي نسيج يتألف داخل جسم الكائن الحي، خصوصا الأنيمال على وجه الخصوص الإنسان، 4 أنواع من الأنسجة، ألا وهي إذا فاكرين برايمري تيشوز اللي بتكون إبيثيليال سيلز أو إبيثيليال تيشو، كونكتيف تيشو، نيرفس تيشو، والرابع ماسكيولار سيستم او ماسل تيشو. طيب الجزء الثاني اللي توقفنا عنده كونكتيف تيشو، وقلنا هو موست اباوندنت، اي اكثر شيوعا وانتشارا ووجودا في الكائنات الحية في الحيوان. وقلنا لكم وعرفناها بانه all connective tissue consist of cells، هاي الخلايا بتكون مستنتجة derived from mesoderm layer of the embryo. قلنا انه خلايا الزايغوت بعد ما يتم إلقاحه تتخصص هذه الخلايا او تنقسم الى 3 طبقات، الداخلية endoderm، الوسطية mesoderm، الخارجية اكتوديرم. طيب قلنا هاي الـ3 طبقات كل طبقة منها بتتخصص إلى نوع من الخلايا، نوع مخصص من الأنسجة، فبالتالي كونكتيف تيشو جاية عنا من الطبقة الوسطى ميزوديرم. قال لك in most type of connective tissue the cell are، في معظم أنواع الأنسجة هاي الخلايا بتكون في الأنسجة الضامة widely spaced and separated by extracellular matrix، أي أن هذه الخلايا لو بدنا نشبهها في السمك في الماء، يكون لو إجينا اطلعنا على السمك بنلاقي سمك و سائل يسبح في هذا السمك، بالإضافة إلى أجسام أخرى. الآن هذا النسيج بيكون عندي 3 لاعبين أساسيين، وهما الخلية داخل النسيج والخلايا في الأنسجة الضامة، ماتريكس رقم 2 اللي هو السائل الذي يسبح فيه الأسماك، والأسماك شبهناها في الخلايا، بالإضافة إلى الأجسام الأخرى اللي هي في برضو في البحار. وهنا في الكونكتيف تيشو بتكون هي إيه فايبرز، يعني 3 أشياء بتكون عندي: خلايا تسبح في سائل ماتريكس وحولها بعض الألياف فايبرز. They have thiantides and secrete، هذا السائل الذي تسبح به هذه الخلايا هو من إنتاج الخلايا نفسها بتاعت الكونكتيف تيشو، النسيج الضام. تختلف الخلايا حسب نوع النسيج الضام، تسميتها وشكلها ووظيفتها، لكن الوظيفة الأساسية إلها إنتاج ماتريكس السائل البيني في داخل هذا النسيج. طيب function of connective tissue، هنالك العديد من الوظائف بتكون مثلا حسب نوع connective tissue الموجود: binding of organs، تربيط وتثبيت هاي العضيات أو الأعضاء، عفوا هذه الأعضاء، مثل tendon connective connects muscle
تبون، أي أن هذه الأنسجة والأربطة تعمل على تثبيت ما بين العضلات والعظام، أي أن القطعة الواصلة ما بين العضلات والعظام بنقول عنها تندونز، تمام؟ غالبا من الكولاجين بتكون، ممكن تكون وظيفة الكونكتيف تيشو عندنا سبورتينج وبروتكشن وحماية وموفمنت، زي مين؟ زي العظام بونز. ممكن تكون ستورج تخزينية، وهي للإنرجي إلكترولايتس، تخزين فاتس، تخزين كالسيوم، كالسيوم داخل إيه؟ بونز العظام. ممكن تكون ترانسبورت مثل إيه؟ الدم، يعمل عملية الدم عملية نقل الهرمونات، نقل السكر، نقل الدهون، نقل ثاني أكسيد الكربون، نقل أكسجين، تمام؟ طيب مثل ما احنا شايفين عندنا هنا هاي البلازما سيلز أو الخلايا، هاي فايبروبلاست أيضا خلايا، ممكن يكون أديبوسايتس خلايا دهنية، زينوفيل خلايا دم بيضاء، ليمفوسايت يكون، ممكن يكون ماكروفاج، هاي الصورة بتكون اللي موجودة عندي سمري جامعة لكل الخلايا للدراسة فقط. طيب شوف عندك هنا كولاجين، أي أنها ألياف صلبة، تمام؟ هذا إلاستيك فايبر ألياف مرنة، وما تسبح في داخله هذه الخلايا من ماتريكس، من ماتريكس أي سائل خلوي، سائل ما بين الخلايا وليس داخل الخلايا، هنا المقصود فيه. طيب هنا استخدم رسم آخر سي تي أخرى، إنه بقول لك في عندي والله ممكن نشوف هاي الأديبوسايتس، هذه ماكروفاج، إيزينوفيل، فايبروبلاست، إلاستيك، بلازما، نيوتروفيل شكلها، ماست سيلز كلها، فايبروبلاست مهمتها سينتيز ذا إكسترا سيلولار ماتريكس، ماكروفاج مهمتها البلعمة، فاجوسايتيك أند بينوسايتود توتيك اكتيفيتي الابتلاع، ماست سيلز بيجن هيلينج بروسيس، ماست سيل بروموت انفلاميشن في حالات الالتهابات، بلازما سيلز ليكوسايتس انواع حسب نوع النسيج. قال لك موستلي كونسيست اوف ثري ستراكشر اليمنتس، طبعا معظم الخلايا عندي هنا تتكون من جراوند سبستانس اللي هو ماتريكس، فايبر اند سيلز. قال لك جيلاتينيوس ربر ماتيريال اللي هو الماتريكس قصده او الربر ماتيريال، فاوند بتوين سيلز ما بين الخلايا، بتكون جراوند سبستانس هي عبارة عن الخلفية خلف الخلايا، يعني انت لما بتاخد صورة الجراوند الخلفية بتاعت الصورة السوداء اللي وراك او الزرقاء او الحمراء، كل هاي الخلفية اللي ورا الخلايا بتكون هي ماتريكس تسبح فيها هاي الخلايا، a complex mixture of large molecules من جزيئات كبيرة تتألف، سكريات، بروتين، and tissue fluid containing، ممكن تحتوي كمان على، هي بتحتوي حسب نوع النسيج طبعا الماء ما فيش خلاف عليه، ما في خلايا، ما في نسيج، ما في مكان إلا ويحتوي على خلايا، تمام؟ ممكن تحتوي على أملاح الدم، الإلكترولايت، صوديوم، كالسيوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، بالإضافة إلى other small soluble molecules، ممكن يكون مركبات أخرى مذابة and dissolved gases، ثاني أكسيد الكربون وأكسجين وبيكربونات الصوديوم لحفظ البي اتش، أكسجين لتغذية الخلايا، ثاني أكسيد الكربون اللي هي
ميتابوليك ووست لفضلات التفاعلات، كل هاي ممكن تمر ايه حسب نوع الكونكتيف تيشو. الفايبرز الالياف اللي بتكون موجوده عندنا اكسترا سيلولار ماتريكس وكونكتيف تيشو، هاي الخليط للماتريكس يحتوي على الياف، هاي الالياف تيشو كومبرايز اوف جراوند سبستانس اند بروتين فايبرز. هذه الالياف بتكون ذا كومباينيشن اوف ذيس تو اليمنت ان امبورتنت، بهذا الاتحاد او الوجود لهذه الالياف اما بكون امبورتنت مهم جدا، لانه بناء على وجود الالياف، والله هذه الالياف في عندنا الالاستيك مرنه الاستين والكولاجين صلبة، فلو كان النسيج بيحتوي على كولاجين كتير معناته صلب كتير، لو كان بيحتوي على إلاستين معناه كتير معناته مرن كتير، طب لو بيحتوي نص كولاجين ونص إلاستين معناته مرن شوية شوية، يعني ايه هاف هاف يعني نص نص، فبالتالي بناء على وجود الكولاجين والإلاستين تعتمد وظيفة هذا النسيج، لذلك يعتبر وجود الألياف مهم is important in determining the function لتحديد الوظيفة of the connective tissue اللي هو الكولاجين والإلاستين. طيب كولاجين اللي هو الصلب يطلق عليه white fiber، يطلق عليه white fibers الألياف البيضاء. كولاجين is characterized by tensile strength أي أنه يكون صلب، and elastin by elasticity، الإلاستين إنه إلاستيسيتي سهل مرن، تمام. كولاجين is synthesized by fibroblast، طبعا الخلايا اللي بتكون موجودة داخل الكونكتيف تيشو يطلق عليها اسمها اليوم فايبروبلاست، فايبروبلاست فهي المسؤولة عن تصنيع الكولاجين. تو قلنا الفايبروبلاست الخلايا مسؤولة عن تصنيع الماتريكس، أيضا مسؤولة على تصنيع كولاجين، عند الكولاجين في منه and about 20 types يعني 20 نوع have been identified تم تحديدهم but only a few are common لكن القليل منها الشائع. different types of collagen are found in specific location هنالك لكن موجود عندنا الشائع أنواع قليلة من الكولاجين تايب 1 تايب 2 تايب 3 فقط، مش كل العشرين بنشوفهم. الكولاجين شايفين كيف موقعه جاي، شايفين كيف شكله، هو موجود في أماكن كتيرة، تمام. تندونز تمام، أوتار، هاي أوتار أربطة وأوتار، تمام. الإلاستين، الإلاستين بكون عندي يا جماعة الخير molecule are also made and secreted by fibroblast أيضا نفس الشيء، لأنه نوع من أنواع الألياف ينتج من خلال الفايبروبلاست. the molecule may be formed in sheets lamina أي أنها تكون عبارة عن مجموعة من الألياف المرنة distributed irregularly يعني منتشرة هيك بدون انتظام عشوائية as fibers كألياف عادية. elastin molecules are predominantly شائعا in a part of body دائما وبتكون شائعة الظهور والوجود في هذا الجسم، انه كوظيفتها deformation and reformation occur. deformation يعني انه تأخذ شكل، انك تحرك شكل، reformation والرجوع له، ترفع ايدك لفوق تعود ترجعها، deformation تعود ترجعها، reformation يبقى deformation reformation occurs يعني تأخذ شكل ومن ثم تعود الى الشكل السابق reformation. elastin is present in skin موجود في الجلد، انت اسحب الجلد وعاود تركه بعد برجع زي ما كان. and its wall of artery موجود في الأوعية الدموية، في الأوعية الدموية في جدار الشرايين من أجل إيه التحكم في الضغط وفي حالات الحساسية. some artery are distended بعض الأوردة تتمدد distended as blood is pumped
عندما يضخ الدم فيها ان تتم الري ريكويل ومن ثم تعود الى شكلها الطبيعي اونينج اوف ذا اليسك. وهذا هذه المرونه في الاوعيه الدمويه تعود الى الاستين فايبر ريكويلينج، رجع الى وضعه الطبيعي. ذيس انشور، وهذا يؤكد ويساعد ويسمح للتحكم في ضغط جسم الانسان او الكائن الحي. ايضا blood continue to flow، اي تدفق الدم في هذه الاوعيه. عندنا نوع ثالث من الاوعيه من الالياف بنقول عنه reticular، اي انه شبكي متشابك مترابط مع بعضه thin كولاجين، لكن هو مصنوع من الكولاجين فايبرز coated with جلايكوبروتين، يعني الياف وعليها بروتين مع سكر اللي هو الجلوكوز. هذا مركب يغطي هذه الالياف. اكزامبل فورم فريم وورك، بيعطيني شبكه من حول السبلين مثلا والليمف نود العقد الليمفاويه يتواجد فيها هذه الشبكه. تمام. طيب سيل تايب اوف كونكتيف تيشو، انواع الخلايا ان كونكتيف تيشو باستثناء الدم والعظام والغضاريف. شو هاي انواع الخلايا اللي موجوده؟ قال لك ذا ميجر سيل تايب فاوند ان ماني كونكتيف تيشو از ذا فايبروبلاست. يبقى الخلايا اللي موجوده في الكونكتيف تيشو باستثناء الدم والغضاريف والعظام يطلق عليها فايبروبلاست. ان ماني انستنس، في اشكال عديده ولحظات عديده واوقات عديده فايبروبلاست ار ايدنتيفايد، يتم تحديدها باي ذير دنسلي ستين، اي انها تصبغ. يعني انت لو عامل سي تي لنسيج مقطع عرضي لنسيج معين في حالة مرضية معينة هتلاقي الفايبروبلاست لونها غامق densely stained elongated nuclei، النواة في داخلها تكون مستطيلة. خلينا نشوف الرسم عندنا هنا، هاي الفايبروبلاست شايفينها كيف؟ قال لك بتكون كثيفة اللون، هذه فايبروبلاست ونواة متمددة. تمام؟ ونواة متمددة that don't appear to be associated with much cytoplasm، ما فيش فيها بيكون سايتوبلازم كتير. شايفين ليه؟ لأنه النواة كبيرة متمددة في داخلها. فايبروبلاست سكريت لونج فايبر لايك بروتين مولكيولز، هذه الفايبروبلاست تنتج لي ألياف اللي هي فايبر لايك بروتين مولكيول. تمام، هذه الألياف إما كولاجين أو إلاستين and many of other large molecules، وتنتج لي مركبات أخرى وهي الماتريكس. تقولنا several other type of cell occur in connective tissue، هنالك خلايا مختلفة تظهر في أنسجة ضامة أخرى. some are restricted، بعض منها بنلاقيه في كل الكونكتيف تيشو شائع، وبعض منها فقط في انواع معينه من الانسجه الضامه اوف كونكتيف تيشو اند اذر ار فانكشنال ستيت اوف ذا تيشو، وبعض منها يكون هو ابو الوظيفه الاساسيه للنسيج، هو راس النسيج الوظيفه. يعني وظيفه النسيج تكمن في وجود ونوع هذه الخلايا. هان فايبروبلاست، هان كوندروبلاست، هان اديبوبلاست او اديبوسايتس، هان كوندروسايتس. كوندروبلاست اماتيور سيل، كوندروسايتس
ماتيور سيلز، أي هذه خلية غير ناضجة لكنها نضجت وانقسمت وأصبحت خليتين، أوستيوبلاست الخلايا في العظام، الخلايا الأنسجة الضامة في العظام، أوستيو سايتس نضجت، أوستيو سايتس. هان في عندي ميزوثيليال سيلز أو الماسل سيلز، تمام؟ أنواع الخلايا هاي. Type of cell are included in connective tissue. أنواع الخلايا اللي موجودة عندي. قال لك إيه؟ Fibroblast produce fiber، تنتج الألياف. And ground substance. And ground substance. يا كهانة كلام مهم. شو مهمة؟ ممكن هنا يكون محط أسئلة. ما هي مهمة هذه الخلايا؟ هذا سؤال في النصف، يبقى أذكر لك اسم الخلايا ونذكر لي وظيفتها، وممكن أقول لك رسمها. produce fiber، حدنا هناخذ الرسم بتاعها. and ground substances white blood cells wonder، تمام. mostly in CT in connective tissue، غالبا بتكون موجودة كرات الدم، خلايا الدم البيضاء داخل الأنسجة الضامة بهدف search of bacteria، تبحث على البكتيريا والجراثيم. في منها ماكروفاج، الخلايا البلعمية الكبيرة التي تعمل على ابتلاع الجراثيم وبلعمتها. large phagocytic cells، خلايا كبيرة للابتلاع وبلعمه الجراثيم. الرايز فروم مونوسايتس، في منها مونوسايتس فانكشن فاجوسايتوزيس البلعمه. بلازما سيل الرايز فروم ليمفوسايتس، بلازما سيل لانتاج الانتي بودي الاجسام المضاده في المكان. ماست سيلز اوفال شيب، شكلها بيضاوي. كلاستر الانج بلاد فيزلز، يعني ايه؟ متعمقده في داخل الاوعيه الدمويه. سكريت هيبارين and histamine، secrete heparin and histamine، histamine المسؤول عن الحساسية. adipocytes خلايا دهنية fat cell، وهي لتخزين الدهون في مناطق مختلفة في الجسم، تمام. إيه لغاية هان خلينا نتوقف، استودعكم في أمان الله.